مشاهدي شبكة ان تي ال وناين لايف، صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد وان شاء الله يكون نهاركم سعيد. وبصبح على عايده ودينا، صباح الخير. صباح الخير يا شريف، صباح الخير يا عايده، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا وعلى مصر ان شاء الله. ان شاء يا الله رب باذن ان شاء الله. الله. اليومين دول الحمد لله من اول السنه كده وقبلها بكام يوم الدنيا هاديه وايجابيه وايجابيه، ويا رب تكمل كده على خير. يعني الامر يعني ما يسلمش من مناوشات كده مع المجتمع المدني، مع الجمعيات، مع المؤسسات الحقوقيه، بس في نفس الوقت نقدر نقول انه في حاله كده هدوء نسبي. في هدوء، هل هو يسبق العاصفه؟ ما هو ده اللي كنت عايزه اقوله. في قلق شويه انه 25 يناير القادم هتبقى يعني ثوره جديده بطاقه جديده ومطالب واضحه وصريحه. احنا في انتظار ايا إن كان اللي هيحصل في مصر، بس نفسنا انه في الاخر يبقى للاحسن. طبعا ثوره بقى، مش بالظبط، يعني في خير ومبقاش في عنف، مبقاش في مشاكل، ومبقاش في خساره لمصريين جداد يعني. فان شاء الله يا رب تبقى سنه سعيده. مصريين يعني جداد يعني. مبقاش في خساره لمصريين جداد، مصريين يعني تاني يعني، ما نخسرش يعني. يا رب لا ان شاء الله. النهارده عندنا فقرات متنوعه في نهارك سعيد. النهارده طبعا اكيد بنبتدي دايما معاكم فيها فقره الصحافه، والنهارده معانا امل عويده والصحفيه بجريده الاهرام، متابعه لاهم الاخبار اليوميه واستعراض لاهم المنشطات في الصحف المصريه. تاريخ اي بلد هو ثقافتها وحضارتها وكنوزها اللي هي ممكن تكون بتضيع من الاهمال، وعشان كده مشروع مهم جدا هو تاريخ وذاكره مصر المعاصره، مشروع قومي اعتقد محتاج دعمنا كلنا. هيكون النهارده معانا الاستاذ دكتور خالد عزب اللي هو المقائم على هذا المشروع عشان يكلمنا عنه اكتر ويفهمنا ايه هي ذاكره مصر المعاصره. حلو جدا. هيكون كمان زي ما احنا متعودين كل يوم اربع بيبقى عندنا حديث الأربعاء أو حديث الأسبوع أو أحداث الأسبوع اللي بنمر بيها. زي ما قلنا في الأول يمكن فيش الحمد لله مشاكل ضخمة ضخمة، يعني في شوية مشاكل كده هنتكلم عنها، وهنتكلم عن كمان طبعا محاكمة القرن، محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وهنعرف تفاصيل. والنهاردة ثالث يوم في المحاكمة، وهنشوف احنا متوقعين ايه النهاردة في ثالث يوم. متهيألي كمان النهاردة ثاني يوم في الجولة الثالثة في الانتخابات كمان. المرحلة الثالثة. وعشان خاطر يعني في تسع محافظات بعيدة ينفع كده يعني؟ لا بس يعني برضه نفس القصة يعني، بس احنا مش محتاجين نقول للناس انذروا، ان برضه الحضور واضح جدا على فكرة. بداية يعني أول يوم في المرحلة الثالثة أقوى بكتير في نسبة الحضور من أول يوم في المرحلة الثانية، ودي ملحوظة يعني. طبعا هو زي ما بيقولوا الانتخابات بانت خلاص، أو النتيجة وضحت، وفوز هو فوز الإخوان المسلمين، بس بنتمنى إن هم ما يخذلوش الشعب المصري، ده اللي إحنا بنتمناه يعني. في الآخر وفي الآخر، بس إحنا محتاجين تنمية، وإحنا والله هنبقى معاكوا بس لو شفنا إن زي ما بيقولوا في حاجه بتحصل حقيقيه على الارض يعني. خليني بس يا دينا ازود على انت قلتي انه ما يخذلوش الشعب المصري، دي حاجه رومانسيه قوي، الموضوع ما بقاش فيه علاقه بانك تخذلني ولا ما تخذلنيش. انت ما عملتش اللي انا عايزه، انت هتمشي وهنجيب غيرك. ماشي بقى، الموضوع مش رومانسي. لا خالص يعني. يمكن انا عشان والشعب يتضايق ونبقى دي مش هينكسرين. لا نو مور يعني. مش قصدي، لا مش قصدي ان هم ينكسروا، بس هي الفكره نفسها هنبتدي الاول ان هم ما يخذلوش الشعب المصري، انت بعد كده ده التحريم موجود. فتمام، خلينا نقول كمان ان احنا معانا النهارده دكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، وكمان استاذ المسالك البوليه بالمستشفيات التعليميه، وهنتكلم معاه عن حاجات كتيره جدا، وعن شخصيه محترمه شخصيه محترمه جدا، وعن امنياته للسنه الجديده، وعن من وجهه نظره هو شخصيا هل اهداف ثوره 25 يناير اتحققت ولا لا. بالظبط. عايز اقول بس حاجه اخيره قوي قوي قوي، انا بروح لفاصل اخيره جدا. يا ريت ما نكونش بنبدل حزب الوطني باي احزاب تانية الفتره الجايه. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني على طول، هيكون معانا استاذه امال عويضه فقره الصحافه. خليكم معانا يا رب، بعد عليكم كده ان شاء الله. ارمي حمولك عليا.